أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحصاد الاقتصادي لهذا الأسبوع. البداية بأبرز العناوين. مناقشة البرنامج الاستثماري يتواصل بوزارة التخطيط ومحافظة عدن. أبين تخطو خطوات التعافي والاستعدادات جارية لافتتاح فرع البنك المركزي بالمحافظة. مشاريع طرق رابطة بين محافظتي لحج وأبين وسيئون تناقش تحصيل الموارد الزكوية. وأخيراً الميليشيات تهاجم المحلات التجارية والأسواق وتنهب ممتلكات المواطنين من العملة اليمنية. أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالجهود المبذولة لإعادة تنظيم وتفعيل وزارة المياه ومؤسساتها والهيئة التابعة لها، وفي اجتماعه بقيادة الوزارة ومؤسساتها أكد على أهمية التفكير بطريقة مختلفة في إدارة المؤسسات وإعادة بنائها بشكل سليم، وأهمية تحصيل المديونيات المستحقة وضبط الإيرادات العامة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. من جهته لفت القائم بأعمال وزير المياه المهندس توفيق الشرجبي لإجراء دراسة تقييمية ل17 مؤسسة وإعادة تفعيل العمل بنظام مؤشرات الأداء وتفعيل المشاريع الممولة خارجيا كمشروع مرافق المياه والصرف الصحي بمدينتي سيئون وتريم بقيمة إجمالية بلغت 64 مليون دولار، ومشروع مرافق المياه والصرف الصحي بعدن بقيمة 44 مليون دولار بتمويل الصندوق العربي، والبدء بتفعيل مشروعي مرافق المياه والصرف الصحي لمدينتي الحوطة ومأرب. ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج البرنامج الاستثماري للوزارة للعام الحالي، وأكد وزير التخطيط على أهمية تأهيل وتدريب كوادر الوزارة داخليا وخارجيا بما يتلائم ودورها المستقبلي في إدارة وتنفيذ المشاريع وإعادة الإعمار. نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز استعرض ما أنجزه الصندوق العام الماضي وخطته للعام الحالي، وجرى مناقشة مستوى تنفيذ المشاريع المتعثرة منذ اندلاع الحرب وضرورة استئنافها ضمن البرنامج الاستثماري للعام الحالي، كما جرى استعراض مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وأهمية سرعة إنجازها، ومنها طريق المكلا سيحوت والطريق البحري في عدن. وجه وزير الزراعة والري عثمان مجلي بتشكيل فريق من الوزارة للإعداد لمشاركة اليمن في الدورة القادمة من معرض الأسبوع الأخضر في ألمانيا، بما يعكس تميز ثروات اليمن الزراعية من خلال عرض المنتجات اليمنية التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة مثل البن والعسل وغيرها من المنتجات. جاء ذلك خلال زيارته لمعرض الأسبوع الأخضر الدولي ببرلين 2020، والذي يعد واحدا من أكبر المعارض الزراعية في العالم. زار رئيس مجلس النواب سلطان البركاني البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن، وأشاد بالجهود التي يبذلها والإنجازات والمشاريع التي تحققت على مختلف الأصعدة التنموية في مختلف المحافظات اليمنية، واستمع لأعمال البرنامج على الصعيد الاقتصادي والتنموي والإنساني وتنمية الموارد البشرية والخطط والبرامج للمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة. جدد وزير التخطيط والتعاون الدولي حرص الحكومة على دعم البرامج والأنشطة التي تصب بالنفع على المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، وثمن الوزير جهود منظمة الأوتشا مشددا على زيادة الاهتمام بشريحة النازحين وإعادة تأهيلهم وبناء قدراتهم لخفض مستويات البطالة وإشراكهم في عملية البناء والتنمية.
ثمن وزير التخطيط والتعاون جهود وكالة تيك التركية معبرا عن تطلعه لزيادة الدعم في مجالات التنمية وخصوصا القطاعين السمكي والزراعي وبرامج بناء القدرات، مشددا على ضرورة مشاركة الوزارة في إعداد وتنفيذ خطط الوكالة بما يضمن سلاسة التنسيق مع بقية الجهات المستفيدة ويعزز فرص نجاح البرامج وتحقيق الأثر المطلوب. أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي تقديم الوزارة كافة التسهيلات لمنظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتنفيذ أعمالها ومشاريعها لإحداث تنمية متكاملة، مشيدا بالجهود الكبيرة للمنظمة في عدد من القطاعات في مختلف المحافظات. وشدد الوزير على أهمية اعتماد وزارة التخطيط والتعاون الدولي المنسق الرئيسي لبقية الجهات المستفيدة لتكون على اطلاع بالمشاريع المنفذة. استعرض اجتماع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة المؤقتة عدن بدر معاون جملة مشاريع نفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وأخرى لا تزال طور التنفيذ في مختلف القطاعات. وأشاد معاون بجهود مكتب دعم المشاريع ذات الأثر في تحسين وضع الخدمات العامة داعيا إلى مواصلة الجهود لتنفيذ المشاريع والتنسيق المشترك عبر الشركاء المحليين. من جهة أخرى تفقد معاون سير الأعمال الفنية الجارية في تنفيذ تركيب المحول الكهربائي بحقل بئر أحمد المائي بمديرية البريقة المقدم من منظمة كير العالمية، واستمع لشرح مفصل عما تم إنجازه في المشروع. معاون حث على مضاعفة الجهود للإسراع في تنفيذ العمل لما له من أهمية بالغة في استمرارية ضخ المياه لمديريات المحافظات دون انقطاع بعد معاناة طويلة لازمت الأهالي لعقود. ناقش القائم بأعمال محافظ عدن أمين عام المجلس المحلي بدر معاون سير عملية إعداد البرنامج الاستثماري للمشاريع التي سيتم اعتمادها ضمن موازنة السلطة المحلية للعام الجاري 2020. واستمع معاون خلال لقائه مدير مكتب المالية مصطفى الشاعري لشرح حول الخطوات المنفذة في إعداد الموازنة، وحث مكتب المالية لإرساء قواعد العمل المالي ومبدأ التعاون وتسهيل المعاملات المالية وتفعيل الدور الرقابي وتصحيح مسار إيرادات ونفقات الدولة وفقا للأوائح والأنظمة. قال محافظ أبين أبو بكر سالم بأن أبين تخطو خطوات التعافي وتتجاوز اليوم آلام الحروب، وأكد المحافظ أهمية عودة نشاط فرع البنك المركزي بالمحافظة في تحريك الأنشطة المالية والمصرفية. من جانبه أكد نائب محافظ البنك المركزي حبيشي سعي قيادة البنك المركزي لتسهيل عملية الافتتاح في إطار الارتقاء بالأنشطة المالية في مختلف المحافظات ومنها أبين. المحافظة تستعد لإعادة افتتاح فرع البنك المركزي اليمني خلال الأيام القليلة القادمة عقب استكمال تأهيله وكافة الأعمال الفنية والتجهيزات المخزنية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 220 مليون ريال. عقد بمدينة المكلا اجتماع برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العلي كرس للوقوف أمام جهود شركة النفط في تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية بصورة مستمرة وتعزيز إجراءات الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية. وشدد وكيل أول حضرموت على اتخاذ المعالجات والبدائل المناسبة التي تضمن استمرارية توفير هذه المواد في جميع محطات الوقود بأسعارها الحالية المحددة دون إضافة أي أعباء على المواطنين. نظمت جمعية منتسبي الجايكا اليابانية بالتعاون مع الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة أبين الدورة التدريبية للصيادين بتمويل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. الدورة تعقد على مدى يومين وبمشاركة ل29 صيادا من مديريات زنجبار وخنفر، وتتناول التداول السليم للمنتجات السمكية في مختلف المراحل أثناء رحلات الصيد. وثبنا الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة مهدي الحامد الدعم الكبير الذي تقدمه الوكالة اليابانية للصيادين، مشيرا إلى ما تعرض له قطاع الصيد بالمحافظة بسبب الأحداث التي شهدتها. دشنت السلطة المحلية وأبناء يافع مشروع طريق جبل اليزيدي رباط السنيدي الواصل بين مديريات يافع من جهة وبين محافظتي لحج وأبين من جهة أخرى بطول 12 كيلومتر بتكلفة بلغت أكثر من مليون دولار.
تم إنجاز 4 كيلومترات منها من المشروع على نفقة الأهالي، وتنفيذ 8 كيلومترات تنفذها مجموعة هائل سعيد أنعم. المشروع يعتبر خطوة مهمة لإنهاء معاناة المواطنين، ويعود نجاحه للدور المميز الذي قدمه أبناء يافع المغتربون. نظمت الإدارة العامة للواجبات الزكوية بوادي حضرموت لقاء موسعا بمديري عموم مديريات سيئون والقطن وشبام وتريم ومدراء إدارات تحصيل الواجبات والموارد المالية فيها لتقييم مستوى تحصيل الموارد الزكوية للعام المنصرم 2019 وآلية تطويرها خلال العام الحالي، حيث تم إعطاء لمحة عن آلية تطوير إجراءات المتابعة والتحصيل من خلال وضع قاعدة بيانات موحدة للمديريات وعرض نموذج لمحتوى التقارير المرفوعة من المديريات ومناقشة إنشاء لجان العقار المباع. أشاد القائم بأعمال محافظ عدن أمين عام المجلس المحلي بدر معاون بتدخلات منظمة مجتمعات عالمية في المحافظة في مجالات البنية التحتية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي ضمن المشروع المسمى مجتمعات يمنية معا أقوى الممول من وكالة التنمية الأمريكية، مشيدا بدعم المناطق النائية بالمحافظة. ناقش محافظ أبين مع عدد من مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع الممول من البنك الدولي حزمة المشاريع والاحتياجات ذات الأولوية في زنجبار ومناطق أخرى خلال الأشهر القادمة بالتنسيق مع مكاتب القطاعات المستفيدة ومدراء عموم مكاتب الوزارات، وقدموا مصفوفة احتياجات المشاريع ذات الأولوية. دشن محافظ لحج ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة مشروع غرس 100 شتلة من أشجار الزينة على امتداد شارع الفيوش صبر بمديرية تبن على الطريق العام الدولي عدن لحج، بغية استعادة المظهر الجمالي والحضاري البديع الذي اشتهرت به محافظة لحج الخضراء. اطلع محافظ شبوة ومعه أمين عام المجلس المحلي على مستوى تنفيذ مشروعي الحديقة العامة والمسبح العام في مدينة عتق. المحافظ شدد على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال تنفيذ المشروعين، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات لتذليل الصعوبات. أشاد محافظ شبوة بتعاون ملاك الأراضي بتنفيذ مشروعات الخدمات العامة، داعيا لضرورة مواصلة تعاونهم وتعزيز جهود وتوجهات تطوير منظومة الخدمات الأساسية بعتق وبنية مشروعاتها التحتية باعتباره الواجهة الأولى للاستثمارات، ووجه بتشكيل لجنة للنظر في تظلمات بعض الملاك والعمل على حل إشكالية عرقلتهم مشروع تصوير مطاق عتق الدولي. تفقد محافظ تعز والقائم بأعمال وزير المياه عددا من مشاريع المياه بمديرية الشميتين ومشاريع المياه والصرف الصحي في الأصابح وذبحان وشرقب وبني غازي والكشار، موجها بالعمل على استئناف الآبار والخزانات المعطلة وسرعة تحديث الدراسات الخاصة بمشروع الصرف الصحي لمدينة التربة. أشاد وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العلي على الاهتمام بتحسين مستوى الأداء في مشاريع النظافة في ساحل حضرموت للعام الجاري وتعميم التجارب الناجحة كتجربة مديرية غلبة وزيرة وخلق شراكة مجتمعية فاعلة. أكد وكيل محافظة حضرموت شؤون الوادي والصحراء الاستعداد لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية كشريك أساس في التنمية، واستعرض ممثل الهجرة والفاو والمشاريع المقترح تنفيذها بوادي حضرموت كتكيف مع المتغيرات المناخية وتحسين إعادة تأهيل منشأة الري عن طريق النقد مقابل العمل ونظام الإنذار المبكر لتخفيف خسائر الكوارث الطبيعية.
أقام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة لحج حفلا ختاميا للمتدربين في الدورات المهنية التي أقيمت في معهد هواري بومدينة بدعم من المجلس الدنماركي لمساندة النازحين وامتدت على مدى 5 أشهر. المتدربون امتلكوا مهنهم الخاصة والمختلفة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل وتحسين مستوى أسرهم المعيشي. نفذ صندوق نظافة بمحافظة أبيان حملة لفتح الطريق إلى الكورنيش على ساحل البحر العربي للتخفيف من أثار الرمال التي أثرت على حركة المركبات والمرور بشكل عام وأدت إلى حوادث مرورية وحجبت الرمال عن مرتدي كورنيش الشهيد سالمين بمنطقة الشيخ عبد الله بمديرية زنجبار، وسط ترحيب شعبي لأهمية الكورنيش كمتنفس للأسر والعوائل. احتفل في محافظة تعز مديرية القاهرة باختتام مشروع تعزيز الاستجابة المجتمعية في المساحات الصديقة التي ينفذه الصندوق الاجتماعي لتنمية 14 و34 طفلا وطفلة على مدى 6 أشهر. تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شن حملاتها التعسفية على المواطنين والتجار في مناطق سيطرتها والتضييق عليهم في أرزاقهم ومصادر دخلهم. مصادر محلية أكدت أن ميليشيات الحوثي الانقلابية دهمت الأربعاء الماضي سوق ذهبان المركزي شمال العاصمة لملاحقة العملة الوطنية الجديدة. وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية صادرت أموال المواطنين واعتقلت عددا منهم في السوق، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي اختطفت مواطنين آخرين حاولوا تصوير اقتحام السوق ونهب الأموال. أكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي تحاول التضييق على الأجانب القاطنين في صنعاء، حيث أغلقت محل خياطة الأفغاني معتبرة الخياط الأفغاني أجنبيا ودخيلا على الثقافة اليمنية ومعارض للعادات والتقاليد اليمنية. تأتي حملة الميليشيات الحوثية المتمردة على محلات الخياطة بعد أسابيع من شنها لحملة ملاحقات للنساء في شوارع العاصمة صنعاء واقتحامات لمحلات الخياطة لمنع لبس ربطات البوالط وحرقها في الشوارع. يذكر أن حملات التضييق التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء خلال الأشهر الأخيرة على محلات الخياطة وصوالين الحلاقة وساكني الأوقاف والمطاعم ومحلات الصرافة والبنوك تأتي في سياق عنصري تحت مسمى تعميم عن الهوية اليمنية ومحاولة فرضها على المواطنين في مناطق سيطراتها بالقوة. أعزائي المشاهدين، الآن نذهب لمتابعة قضية الحصاد، وفي قضية الحصاد لهذا الأسبوع سوف نتتبع المشاريع الممولة خارجيا، طبيعتها وإحصاءاتها وأثرها الاقتصادي أيضا مع المحلل والخبير الاقتصادي الصحفي مصطفى نصر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. عزيزي مصطفى، اليوم لدينا هذه القضية التي كثيرا ما عادت في الإعلام بطرق إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا، وهي المشاريع الممولة خارجيا. ما هي الصورة والإحصاءات الممثلة والمعبرة عن هذه المشاريع في مختلف المحافظات، سواء المحافظات المحررة أو أيضا الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية؟ اهلا اهلا. في الحقيقه مع اندلاع الحرب بعد اجتياح جماعه الحوثي للعاصمه صنعاء وبقيه المحافظات وانتشار المعارك في معظم المحافظات اليمنيه، نتج عن هذا الوضع حاله او وضع انساني صعب للغايه، وبذلك توجهت معظم المنظمات الدولية إلى العمل في الجانب الإنساني، وعقدت الكثير من المؤتمرات الدولية المعنية بالدعم الإنساني لليمن. قبلها كان قد توقفت كثير من المنظمات الدولية في العمل في اليمن، والتي كانت تعمل في الجانب التنموي وفي جانب السياسات وفي جانب الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من
الأنشطة المختلفة التي تتناسب وطبيعة الحراك الاجتماعي والديمقراطي وغير الذي كان ما قبل الحرب الراهنة. وبالتالي معظم هذا الأنشطة اقتصرت حاليا منذ بدء الحرب على الجانب الإنساني. وفي الحقيقة تعمل في اليمن المئات من المنظمات الدولية وكذلك الآلاف من المنظمات المحلية، معظمها تعمل في الجانب الإنساني والجانب الإغاثي. نعم. آخر المعلومات في هذا الجانب تتحدث عن أنه المنظمات الدولية ومن خلال خطة الاستجابة الإنسانية استطاعت أن تستقطب ما يزيد عن 3 مليار دولار. هذه المبالغ طبعا يتم توزيعها بطريقة عبر منظمات الدولية ووكلائها، وبعضها عبر المنظمات المحلية يتم توزيعها سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شراء المعونات والمواد الإغاثية وغيرها. وأصبح اقتصاد الاقتصاد اقتصاد المنظمات الدولية أو اقتصاد المساعدات الإنسانية يكاد يكون اقتصاد قائم بذاته، يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الراهن في المرحلة الراهنة في اليمن. نعم. يعني إذا ما جئنا نعم تفضل. عندما نتحدث عن 3 مليار دولار نحن نتحدث عن ما يزيد عن تقريبا في حدود ثلثي الموازنة العامة للدولة، وهذا مبلغ يشكل نسبة كبيرة من اقتصاد البلد. 3 مليار سنوية أم أنها خلال الفترة الماضية؟ خلال عام 2019 أتحدث. نعم. آخر عام، وتتفاوت الأرقام بين سنة وأخرى، لكن هذه نسبة تقريبية لما تم التحصل عليه خلال العام الماضي. وبالتأكيد سيكون هناك يعني الوكالات المتحدة أو تقريبا ستعمل على خطة استجابة إنسانية جديدة، وبالتالي هي سنويا عادة ما تعمل على رسم خطة لاستقطاب المبالغ من المنظمات ومن الداعمة. هل أثر هذه المبالغ الضخمة التي رصدت في الاستجابة الإنسانية واضح على الاقتصاد الوطني أم أنه لم يتضح على سبيل المثال في التحكم بالسياسة النقدية أو مساعدة السياسة النقدية على الثبات والاستقرار والعودة والتراجع عن الأسعار التي وصل إليها الدولار مقابل الريال اليمني؟ طبعا في الحقيقة حتى لا نكون مجحفين في الآراء، هناك إيجابيات لهذا الدعم، ويعني عشرات الآلاف من الأسر تعتمد على المساعدات، وإن كانت مساعدات بسيطة ولا تلبي الاحتياج الكامل، لكن هناك إلى حد استفادة من هذه المبالغ. لكن بالمقابل أيضا هذا الملف يدار بطريقة أيضا كشفت عن كثير من نقاط الضعف، كثير من الخلل، وأيضا هناك كثير من العبث والفساد، وهذه تمت حملات كبيرة خلال العام 2019 على هذه الجوانب لمطالبة هذه المنظمات الدولية بالكشف عن المبالغ. طبعا تم الإعلان بصورة إجمالية عن المبالغ التي تتلقاها هذه المنظمات وغيرها، لكن أيضا في ظل غياب الشراكة الحكومية أو الرؤية الحكومية المساعدة في هذا الجانب، والتي يعني تمتلك خطة كاملة بحيث أن تواكب هذه المنظمات في خطتها الخطط الحكومية. نعم. وهنا نتحدث أيضا جوانب عثرة. نتحدث هنا عن المقر، ومقر كثير من المنظمات كان في صنعاء. هل المطالبات الحكومية المستمرة لنقله إلى عدن أثمرت، وهل ينتج نقل المقر إلى عدن عن فوائد للاقتصاد الوطني من خلال هذه المساهمات؟
طبعا اجمالا واحده من اولا اود التاكيد انه نشاط المنظمات الدوليه وهذه المبالغ كلها مبالغها بالعمله الصعبه بالدولار، وهذه بالتاكيد انها دخل داعم للاقتصاد اليمني، لانه مصادر النقد الاجنبي لليمن اصبحت شحيحه للغايه، لا سيما بعد توقف صادرات النفط والغاز وعودتها بشكل خفيف جدا، وتراجع ايضا تحويلات المغتربين وغيرها، وبالتالي هذه العملات الاجنبيه هي مصدر من مصادر الدخل للبلد من العمله الصعبه، هذه نقطه. النقطه الاخرى ما يتعلق بتواجدها، هي ما تزال معظم المنظمات الدوليه مقرها الرئيسي في صنعاء، وانشطتها توسعت بشكل كبير جدا من صنعاء، بعضها فتح عمل على افتتاح فروع في عدن ونقل جزء من انشطته الى عدن، لا سيما بعد المضايقات الكبيره اللي تعرض لها المنظمات والتدخل في انشطتها وغيرها، لكن ايضا بحكم عدم الاستقرار الامني الدائم في عدن ايضا جعل كثير من المنظمات الدوليه تتخوف من نقل كامل نشاطها الى عدن. نعم، لو ذهبنا في اتجاه اخير في هذه الحلقه للتساؤل عن البرامج ومجالات هذه البرامج، وهل هي يعني برامج مناسبه لمختلف الانشطه الاقتصاديه، مناسبه للمواطنين، تقييم مثلا لتلك التعهدات، من هي الدول التي ايضا كان لها لمسه واضحه في هذا الملف؟ طبعا إذا ما ناقشنا جدوى هذه المساعدات، هي للأسف الشديد رغم أهميتها هي أشبه بحالة إسعافية أو برامج إسعافية لتغطية احتياجات السكان الأساسية بشكل عاجل، لكن عندما نقيم، ونحن كان لنا ورقة في هذا الجانب، ورقة سياسة تتحدث عن مدى يعني إمكانية التحول من الاقتصاد أو من العمل الإغاثي الإسعافي إلى العمل التنموي، بمعنى أنه كيف يمكن الاستفادة من هذه البرامج والعمل على ديمومتها واستمراريتها من خلال تشجيع الناس على العودة للعمل، على دعمهم لابتكار أنشطة، لدعم المشاريع الصغيرة وغيرها، وإعادة تكييف الاقتصاد، وإعادة ما يسمى إعادة أو مراحل إعادة التعافي. نعم. بمعنى أنه هناك محافظات بحاجة إلى يعني تشهد نوع من الاستقرار الإيجابي، وبالتالي بحاجة إلى دعم في هذا في اقتصادياتها لكي تنهض وتستقطب المزيد من العمالة، ويصبح أثر هذه المساعدات أثر إيجابي مستدام، وليس فقط مساعدات آنية وقتية. وكما نعرف أنه هناك الكثير من العبث في هذا الجانب، بعضها يتم التحكم فيه من ما أبرز الدول التي ساهمت في الملف وذات أثر إيجابي يلمسه المواطن وتلمسه أيضا اقتصاديات الوطن؟ طبعا كانت أكبر الداعمين كما هو يعني سنويا في مؤشرات التقرير الإحصائي المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا، هذه أبرز الدول التي تقدم دعم لليمن بنسب متفاوتة. وهناك إحصائية يعني معلنة عن نسبة مساهمة كل دولة من هذه الدول في دعم الخطة الاستجابة الإنسانية، وأيضا في التدخلات المباشرة من قبل هذه الدول في دعم مشاريع مباشرة. الصحفي والمحلل والخبير الاقتصادي مصطفى نصر، شكرا لك لهذه الاستضافة في قضية الحصاد، نلتقيك إن شاء الله في قضايا أخرى، في أمان الله. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن لأسعار بيع وشراء الريال اليمني مقابل العملات العربية والأجنبية.
بهذا نختم الحصاد الاقتصادي، نلتقيكم في حلقة الأسبوع القادم من الحصاد، في أمان الله.